حجبت مؤسسة محمد حسنين هيكل جائزة هيكل الصحافة لهذا العام، وأعلن عن الاكتفاء بالجوائز التشجيعية لبعض المواهب. وبرر مجلس أمناء الجائزة هذا القرار بقوله: نظرا إلى حداثة الجائزة ولتأخر إعلانها ولاقتصار المنافسة على الأعمال التي يتقدم بها أصحابها، ارتأت لجنة التحكيم أن عدد الأعمال المشاركة وبخاصة من الصحفيين العرب لا يوفر منافسة حقيقية واسعة تسمح باختيار ملائم، فقررت حجب الجائزتين لهذا العام. وتمنح المؤسسة التي أنشئت قبل 10 سنوات وتحمل اسم الكاتب الصحفي المصري الراحل جائزتين للسبق الصحفي والتحقيق الاستقصائي، وتبلغ نحو 14,000 دولار. إن اختيار هذا اليوم ليس مصادفة، لأنه يوافق يوم ميلاد الأستاذ هيكل، وهو أيضا يوم مولد مؤسسة هيكل للاحتفاظ بمكتبته الكاملة وما تبقى من أوراقه، وأخيرا هو مولد محاولتنا كأسرته ولو بقدر بسيط للإسهام في النهوض بالصحافة المصرية والعربية. وعلى الرغم من الصعوبة التي أجدها شخصيا في الحديث إليكم الليلة، إلا أن هذا الاحتفال من صميم فكر الأستاذ هيكل الذي كان طول حياته دائما نظر إلى المستقبل، إن الأهرام هو المكان اللي محمد كان بيعتبره بيته. والنقطة الثانية إن جمال عبد الناصر هو أكتر رجل ارتبط به محمد على المستوى الإنساني. واقتصر حفل الجائزة الذي أقيم في ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي الراحل بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية على توزيع 3 جوائز تشجيعية قيمتها نحو 11,000 دولار. وحصل على الجوائز غادة محمد الشريف من صحيفة المصري اليوم عن أعمالها المرتبطة بحقوق المرأة، وأحمد حسن من صحيفة الوطن عن تغطية الحروب كمراسل صحفي ميداني، ومحمد باصل من صحيفة الشروق عن تغطيته للشؤون القضائية.